الوات الزرقاء بالتأكيد التنافسية كبيرة وعالية للغاية، والأجواء تحكي نفسها، القمة تقدم نفسها، الليلة لا مثيل لها، فيها صراع كبير، والكورة ما اللي ستكون محط انظار الفريقين في هذه المباراة. من جهة أخرى بطبيعة الحال أبو بكر سالم الدوس، كرة طويلة لكنها أقرب إلى كونان، أمن عليها أقرب عند أوسبين. كانت الحديث عن هذا الديربي اللي قبل انطلاقته بأيام كان كثير من الكلمات حوله. بالسلامة إن شاء الله لمحمد البريك اللي كان في اللقطة الماضية مع زميله في قائمة المنتخب السعودي سلطان الغنام. اللاعب يبحث عن الحلول، يحاول المرور مع سالم الدوسري، أكثر من لاعب تغطية، تدخل خطأ يحتسبه حكم المباراة لهداف الدولة الأولى. خمس دقائق أولى تاليسكا حطها لكنها في الجدار، وبعد ذلك تحولت إلى ركنية نصراوية وسط مطالبة بوجود لمسة نصراوية أولى في القمة. الكرة العرضية خطيرة، المايوف تدخل تصل إلى فيتو، يحاول اختراق دفاع نصراوي، إيجالو يبحث عن الحلول، يحافظ على كرته، يلعب العرض عند كاريو، لمسة في اليسار خطيرة وكرة الأول. أهداف الديربي، هدف هلالي أول في هذه القمة قبل أن تكتمل الدقيقة العاشرة. أفضل من الجانبين، الكرة في وسط الميدان، محاولة فيها تغطية، تدخل خطأ، إنذار على سعودة ويكتفي الحكم بالخطأ، يستدعي فيها محاولة نصراوية طويلة وخطيرة بالرأس لكنها مرت المرمى. جونزاليس صاحب هذه اللقطة، لكن الكرة عدت إلى ضربة مرمى من المدافع اللي تدرب، يبحث عن الكرة الطويلة على رأس أبو بكر، طويلة لكنها بعيدة. مريرة بناء هجمة في جهة اليسار، محاولة من جانب سامي عرضية لكنها لا زالت خطيرة، لمسة فيها تغطية وتدخل وبعد ذلك تسلل. كان في شك بوجود تسلل قبل كل شيء في اللقطة الماضية، ولكن الهجمة استمرت بعد ذلك. الحكم يشير يكون عندك ملاعب بعدد أكبر بسعة أكبر. طويلة الكرة أوسبينا، ما بالك ونحن في القمة. حلوة 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 تمريرة، لكن حاول يمر أبو بكر، بينية خطيرة ولكنها فيها تغطية من جانب جحفري أمام تاليسكا، بالتالي ضاعت الكرة الأخيرة. طويلة الكرة، راسية تحضير خطيرة وفرصة، لكن المعيوف أقرب للكرة. فرصة كانت في منتهى الروعة لتاليسكا، المعيوف خرج في توقيت حاسم. بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة إن شاء الله لمعيوف. اللاعب يتوقف بسبب إصابة حارس المرمى، بالتأكيد الحالات النادرة اللي يطرحك. ولا زالت الكرة على حدود منطقة الجزاء الهلالية. هيون هو اللي يمسك كرة ويضغط، الهلال يتراجع في هذه الأثناء. هيون في اتجاه سالم الدوسري، سيرة على الكرة خطيرة، أوسبينا يخرج من باكر، يحاول يمر، مر أبو بكر، عدى بكرة وتسديدة لكنها في يد المعيوف. يا الله، فيها تغطية دفاعية، تصل بعد ذلك إلى كونان نجعي بمهارة بريو، يحاول يعدي جوساو، يتدخل، سيرة على الكرة، يكسب فيتو، خطأ على تاليسكا، خطأ على تاليسكا. بالسلامة لفيانو، سعود على جهة اليمين، خطيرة هلالية، تمريرة لكنها طافو، تغطية من جانب سعود عبد الحميد، كرة عرضية داخل المنطقة لكنها سحيب لوسيانو فيتو، خطيرة هلالية عرضية داخل المنطقة لكنها سهلة في يد دافيد أوسبينا. كرة نصراوية خطيرة أخرى، لمسة بينية أخرى وفرصة، يبحث عن كرة عرضية داخل المنطقة خطيرة وبالرأس حلوة وفرصة. يا جميلة من أبو بكر، لعبة يا حريف، لعبة حلوة، وعلى جهة اليسار مر 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 عرضية، فرصة لكن سلطان يبحث في كرة بالكعب إلى أبو بكر، خطيرة داخل منطقة الجزاء للبحث على المرتدة إلى تاليسكا، ينتظر مساندة، مر وتغطية وتدخل وإنذار على جوسابو كويار. نعم، بطاقة صفراء على كويار، بطاقة صفراء على كويار بعد تدخله في اللقطة، لكن انصدمت في العمري كأنه على الطاير لكنها سهلة في يد أول. البحث عن التعادل بكرة عرضية خطيرة، لكن الدفاع عبد الحميد بتمريرة إلى إيجالوب، الهتمة لم تكتمل، التذكر تمريرة الرد لا تكتمل، أبو بكر يحاول التسديد، كرة لكنها في يد المعيوف. مرة ثانية في الزحمة حاول كري ناصر، التمريرة أمامية لإيجالوب، تركها خطيرة لكن أمام جانك يونسو، صراع
في الأخير كرة إلى رمية جانبية للهلال. دي من جانب الدفاع أقرب إلى دافيد أوسبينا. محاولة إنهاء الشوط الأول بهذه النتيجة بخطأ احتسب حكم المباراة على أيمن يحيى لمصعد سالم الدوسري للعودة في أحداث هذا اللقاء. فيها كرة لمصعد مبكر محاولة تمريرة سعود عبد الحميد بكرة عرضية خطيرة لكن الدفاع تدخل في اللحظة لمسة حلوة باتجاه سعود عبد الحميد عرضية داخل المنطقة بالرأس خطيرة لكنها مرت وبعد ذلك تحولت إلى ضربة مرمى. 45 دقيقة انتهى داخل منطقة الجزاء نجع يحاول يمر تأخر وتغطية اختراق الدفاع تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء مبكر تسديدة يا في اللقطة الماضية تمريرة من تاليسكا تمريرة فتحرك باتجاه لوسيانو فييتو تغطية وتنفيذ واسم بيتي على تنفيذ الخطأ مارتينيز تسديدة والمعيوف خلصها حلوة من جانب بيتي اللمسة في المساحة إلى كولان تسديدة وكرة يا الله خلصها بالقدم المعيوف ضغط نصراوي قدم المعيوف ضغط نصراوي وراسية أخرى سعود عبد الحميد بكرة عرضية خطيرة بالرأس ومرت يا الله ألقى السلطان غنام واحدة يمين واحدة شمال النصر يضغط من كل الأماكن يهاجم الهلال بقوة في هذه التمريرة البينية خطيرة لمبكر وفرصة لكن المعيوف يخرج فيها تسلل على مبكر نعم فيها تسلل اللقطة الماضية على فينسان مبكر تمريرة بيتي مارتينيز الكرة اللي تحرك تاليسكا تمريرة في المساحة إلى تاليسكا وتسديدة يا الله يا تاليسكا غولاسيا ناصر التعادل من أندرسون تاليسكا يا ولد يا ولد يا ولد أي تحرك أي تسديد أي ذكاء في التمركز أي تاليسكا أي هداف أي فرحة أي طرف في المدرجات نصر يا عيني نصر تاليسكا يا عيني تاليسكا شوفها من بوباكر بوباكر بالانطلاقة بوباكر الدبابة بالتمريرة بالتحرك في الريفر بليت بالنسبة لرامون دياز وأيضا مع فريقه الحالي الهلال بالسلامة لسعود عبد الحميد بالسلامة لسعود عبد الحميد على حدود منطقة الجزاء محاولة تمويل تغطية من الدفاع طويلة أمامية خطيرة للنجعي استقبال لكن التغطية محاولة إلى إيجالو في مكان خطير تحرك من ناصر خطيرة وصافرة وركلة جزاء يا الله ركلة جزاء هلالية تمريرة ناصر الدوسري اللي تحرك واخترق الدفاع النصراوي بعد تمريرة ذكية من جانب إيجالو بعد أن شاهدها حكم اللقاء في أكثر من مرة قرر احتساب ركلة جزاء نعم في هذه اللقطة لمصلحة الهلال والدعوات في المدرجات النصراوية في لقطة والترقب في مدرجات الهلال في لقطة غارسيا ورامون وأمامنا سالم وأسبيرا سالم التورنيدو سالم الدوسري من لها غير التورنيدو الهدف الثاني لمصلحة الهلال من علامة الجزاء الإنذار لأوسبينا على ما أظن بالتأكيد كان على احتجاج على شيء ما ربما على ركلة الجزاء نفسها على كل حال سجل سالم الدوسري هدفا يجعل فريقه يتقدم في النتيجة في هذه القمة بهدف ثاني لمصلحة الهلال ومن جانب التورنيدو اللي تألق في العديد مصلحة النصر تغيير اتجاه اللاعب طويلة أمامية بعيدة عن الكل وفي الأخير البيهي وموسى ماريجا تصل كرة من جانب تاليسكا محاولة مرور صافرة والحكم يشير إلى وجود خطأ لمصلحة النصر ولمصلحة بيتي طويلة أمامية بالرأس وكرة يا الله مستحيلة يا نصر القائم يمنع هدف نصراوي قضية مرت بنا جميع مبكر تمريرة وكرة وفرصة وصافرة بوجود تسلل نعم تسلل في اللقطة الماضية اللقطة كان فيها تسلل على تاليسكا كان فيها تسلل على تاليسكا
الإشارة كانت قبل كل شيء من الحكم المساعد في الكرة الأخيرة. هذه عادة للمسة بوبكر والتسلل كانوا على جهة اليسار إلى سالم، تمريرة أمامية عدى من الأول سالم سابي، تمريرة خطيرة وتسديدة ولكنها جاءت بعيدة من تاليسكا. وين يا تاليسكا؟ وين يا تاليسكا؟ مش كراتك أبد. عدى بيتي مارتينيز، مر بيتي تسديدة أمام هذه الكرة، بيتي مارتينيز تسديدة وكرة عرضية أخرى، المعيوف نفسه بقبضة اليد وتسديدة. اليوم يبدأ المشوار الفعلي.